فرع في تونيا وهي الفصل الأولى لعقد مدينة العائش هذا أكثر الآن 4800 براكة المجموع 5434 براكة استهدفها العقد. أما بخصوص الملحقة التي تم اعتماده لعقد المدينة والذي يستهدف أكثر من 5000 براكة فيما فيها العقارات التابعة لوكالة الأملاك العسكرية فإن الوضع يبقى على ما هو عليه اعتبارات تتعلق بالتأخر الحاصل في توفير عقارات استقبال بعض شركة عمران البواز وهو السبب الجوهري الذي توقف استئناف البرنامج عليه بالرغم من هذا الإكراه الجوهري تتواصل الاجتماعات واللقاءات بين مختلف الفاعلين لدراسة مختلف الجوانب المرتبطة بتفعيل البرج الوطني بدون صفح والحق عقد مدينة العائش حيث تميزت الفترة الأخيرة بارتفاع وتيرة الاجتماعات التي تم عقدها على صعيد عمالة أقليم العرائش أو على صعيد الدوائر الحضري من تراب جمع حيث بلغ عدد الاجتماعات أكثر من 20 اجتماعا لما وصلت مصائب جماعية ترتيباتها التنظيمية والإدارة ونجاح البرنامج. وعلى الرغم من التجربة والخبرة الهامة التي توفر عليها الفاعلون من مدينة العرائش في مجال محاربة أحياء الصفيح والحصيلة المهمة التي توفر عليها البرنامج فإنه يمكن الجزم أن المنظومة المحلية اليوم لا تتوفر على الرؤية الواضحة التنفيذية والحق عقد مدينة العرائش وكذلك اختلالات التي عرفها مستوى التنسيق داخل المنظومة المحلية وهي مؤشرات تطلب إرادة قوية للمنظومة المحلية وتطلب أيضا توحيد الرؤية بين جميع الفاعلين حتى يتمكن استئناف البرنامج بخطة ثابتة وبرؤية واضحة وعملية. ولا بد أيضا من التأكيد على أن دور السيد عامل أقليم العرائش في المواكبة والدعم والسيادة وتقوية التنسيق وتوضيح الرؤى هو دور جوهري وأساسي لضمان نجاح البرنامج وضمان نتائجه أيضا في إعلان مدينة العرائش مدينة بدون صفيح. وبخصوص الباعه المتجولين وبالرغم من وجود بدائل مهمة فوق 1000 موقع ودكان تتوزع بين سوق النصر وسوق الرحمة وسوق جان فرانسيس وبالرغم من المجهودات التي يتم بذلها والوسائل والإمكانيات المادية والبشرية التي تقوم مصالح الجماعة بتعبئتها وتوفيرها فإن وضعية الباعة المتجولين مثل العائش استبحلت بشكل جدي وأصبحت تشكل عائقا حقيقيا أمام تنظيم المدينة وضبطها وأمنها. وإذا ما استمر الوضع على هذا الشكل توصلوا نحن المقبلون على شهر رمضان أعظم وفصل الصيف فإن الوضعية تتطلب مجهودات تنظيم استثنائية لإرجاع الأمور لنصابها وتوفير أجواء تنظيمية مناسبة تواكب الإصلاحات الكبرى التي تعرفها المدينة وتساعد على استقبال الفعاليات الموسمية التي تعرفها المدينة من أنشطة ثقافية ومهرجانات فنية وفعاليات رياضية. وبخصوص المشاريع الكبرى جماعة العائش